وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان يسأل ويقول: اقترب شهر رمضان المبارك وهو شهر القرآن، شيخنا الحبيب لدي مصحف شريف بطريقة برايل للمكفوفين، والقراءة منه بطيئة لكنها ممتعة، وكذلك لدي القلم القارئ حيث أضع السماعة وأضع الجهاز فوق مصحف خاص فأستمع للتلاوة، فما هو الأفضل؟ أولا أخي الحبيب جزاك الله خيرا على همتك هذه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضك الجنة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أنس: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضك خير الدنيا والآخرة. والأمر الثاني، إن من القواعد المقررة أن الأفضل هو ما ورد به الدليل، أن الأفضل هو ما ورد به الدليل عما لم يرد به الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ حرف من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه أبو داود وغيره وحديث صحيح. فهنا قد ورد الفضل على القراءة، ورد الفضل على القراءة. الأمر الآخر أنه حتى وإن كانت القراءة بطيئة فهي أفضل من الاستماع. لماذا؟ لأنه إذا استمع الإنسان يذهل أحيانا، ينعس أحيانا أخرى، ينام أحيانا ثالثة إلى غير ذلك، لكنه ما دام أنه يقرأ فإنه يكون منتبها مع ما يقوم بقراءته. فلا حرج أن تجعل لك ختمة بالقراءة، ولا حرج أن تجعل لك ختمة بالسماع، والقراءة أفضل وأعلى أجرا كما مر معنا آنفا. وأيضا لعموم قول ربنا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعلى الله على ذكره وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ضحى يوم الأربعاء لتسع بقين من شعبان العام 41 و400 لعدنان عليه الصلاة والسلام، الخامسة عشر من أبريل لعام 2020 بالجريجوريان كاليندرز.